بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start. الأول أنا مين؟ علشان الناس اللي أول مرة تشوفني أو أول مرة تحضر معايا، طبعا يشرفني حضوركم واللقاء معاكم مرة تانية. بالنسبة للناس اللي في ترم تالت، إحنا التقينا في ترم تاني. طبعا هذا اللقاء مخصص لطلاب قسم علم النفس، مش مخصص المرة دي بقى لقسم الترجمة الإنجليزية كالمعتاد، ولهم طبعا كل الحب والتقدير والاحترام، ولكن النهاردة اليوم ده مخصص لينا إحنا. أوكي، فالنهاردة هيكون الموضوع كله له علاقة بعلم النفس، ترم تالت و ترم تاني، ترم تالت وترم تاني. اللي كانوا معانا في ترم تاني المرة اللي فاتت كانوا منورينا طبعا الترم اللي فات، والترم ده احنا الصوت كويس عندي. اوكي، صوت ممتاز. اوكي، يعني بالنسبة لي الكونكشن بار والساوند بار عندي اتس اوكي، ما عنديش اي مشكلة. اوكي، so let's start. Here. Okay. الأول طبعا أنا أشرف فهمي، وعايز أعرفكم بنفسي أولا، وعلشان طبعا الناس اللي مش عارفيني يبقوا عارفين تخصصي و يعني علاقتي بالانجليش ايه. اوكي، الحمد لله، ودايما بنادي بحاجه اسمها تخصص. جميل ان في ناس كتير بتعرف انجليش، جميل ان ناس كتير بتحب انها تساعد، وجميل ان ناس كتير بتحب انها تجتهد، ولكن التخصص اولا. التخصص مقصود بيه ان كل حد يكون متخصص في مجاله، يقدم تخصصه ولا يدعي التخصص أو يدعي العلم فيما لا يعلمه أو يعرفه المعرفة الكاملة. وده ينطبق على كل شيء، على العلم وعلى الأدب وعلى الثقافة وعلى الدين وكل شيء. طيب، أنا أشرف بدر فهمي زي ما قلت لكم طبعا، وأتشرف بلقائكم النهاردة. أنا بالفعل خريج كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية جامعة اسكندرية، ومعايا دبلوم الترجمة من كلية الآداب جامعة القاهرة، معايا ماجستير في اللغويات تخصص صوتيات، ودكتوراه في الأدب الإنجليزي تخصص الفلسفة داخل الروايات الإنجليزية، واشتغلت مترجم في بعض الهيئات التعليمية والقنصلية والسفارات وفي الاتحاد الأوروبي سابقا، واشتغلت محاضر في معهد اللغات في جامعة بنها، وفي الأكاديمية العربية، وفي جامعة فاروس بالإسكندرية، وبالتعليم الإلكتروني، وبالمجلس الثقافي البريطاني كمحاضر لغة إنجليزية، وتعليم الأعاجم في بعض الأحيان، ومحاضر في بعض الأكاديميات الخاصة، ومدرب للاختبارات الدولية IELTS and TOEFL، ومؤسس برنامج المترجميتور الخاص بي، والمتخصص في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية والعكس بشكل تخصصي طبعا. ده نبذة عن شخصي البسيط علشان تكونوا بس عارفين أنا مين. ونبدأ بقى على خير، وأتمنى تكونوا ظبطتوا الدنيا بقى، احنا أخدنا وقت كتير أهو علشان تقدروا تشغلوا الصوت بشكل واضح ليكم كلكم. تعالوا نبدأ بقى. أول حاجة، زي ما اتفقنا، هذا اللقاء خاص بقسم علم النفس، وهنبدأ بترم تالت ثم ترم تاني. أشكركم، أنا اللي ليا كل الشرف.
ونبدأ بالترم تالت، يعني هدية مني، لازم تكونوا عارفين هذه المصطلحات الهامة في مدخل علم النفس بشكل عام. لازم تكونوا عارفين المصطلح باللغة العربية والمصطلح باللغة الإنجليزية، لأن طبعا زي ما أنتم عارفين علم النفس زي أي علم هو كله مصطلحات. في حاجات هتكون معتمدة على المادة الخاصة بيكم في هذا الترم، ترم تالت، وهي اسمها نصوص نفسية باللغة الإنجليزية. وهيكون المصطلحات دي، وأنا هوريكم بشكل مباشر حتى لو أنتوا حابين بعد كده تشتغلوها بنفسكم، تشتغلوها إزاي. وأهم حاجة زي أي مادة بحب إني أشتغلها، قبل ما أشتغلها بحب أشوف الأول امتحانها جاي إزاي. عن طريق امتحانها أقدر أحدد هذاكرها إزاي، وأنا نفسي هشتغلها إزاي، هدرسها إزاي. وواضح من خلال الامتحان إن هو بيكون الأسئلة فيه معلومات خاصة بالتعريفات والتفريعات اللي موجودة عندكم في المنهج، وبعض الترجم أو بعض الترجمات الخاصة بالمصطلحات من الإنجليش إلى العربي. بمعنى إن إنجليش مثلا المصطلح ده معناه إيه، وطبعا الامتحان الحالي زي ما إحنا متعودين بيكون بابل شيت، يعني بيجيب لي اختيارات عن هذه الترجمة الصحيحة. أوكي، فلازم نبقى عارفين ده الأول. دي كده في المقدمة أنا بقى لازم أعرف إن طبعا علم النفس شور، إحنا عارفين علم النفس يعني سايكولوجي. أوكي، في حاجة مهمة جدا اسمها سلوك، behavior. المنبه أو المثير اسمه stimulus، والاستجابة اسمها response، والفهم understanding، والتنبؤ prediction، الضبط أو التحكم أو السيطرة control. أنواع علم النفس مهمة جدا. علم النفس العام هو general psychology، وعلم نفس النمو اسمه developmental psychology، وعلم النفس الاجتماعي اسمه social psychology، وعلم نفس الشواذ أو علم نفس المرضي حسب اسمه، حسب الدولة دي بتختلف حسب الدولة. تحس إن في بعض الدول بتسميه علم نفس الشواذ، وفي بيسموه علم النفس المرضي، وده اسمه abnormal psychology، وعلم النفس الجنائي criminal psychology، وعلم النفس الإكلينيكي clinical psychology، وعلم النفس الإرشادي counseling psychology. كلها زي ما انتم شايفين هي تخصصات أو أنواع علم النفس. علم النفس التجاري business psychology، علم النفس المعاصر contemporary psychology. ومن أول هنا هبدأ أفهمكم على طريقة مهمة جدا لمذاكرتكم للتكست اللي عندكم أو النصوص الخاصة بالمنهج الخاص بيكم. هتلاقوا إن في منهجكم مثلا هاخد معاكم جزئية دلوقتي من أول لسن عندكم، وهقول لكم إزاي تفهموه بطريقة، سواء عندكم الديكشنري ده مثلا، سواء أنتوا عاملينه بنفسكم أو سواء جاهز. أنا عامل لكم منه جزء، أنا عامل الانترودكشن وجزء، وده هدية مني ليكم، هبعته لكم كمان إن شاء الله أول ما أخلص بي دي إف يكون معاكم. وإن شاء الله إذا ربنا بارك لنا في الوقت والفترة اللي جاية تكون كافية، بإذن الله أكملهم لكم، أو حتى لو أنا ما كملتهم لكم ما كملتهوش، فأنتم تقدروا تعملوا زيه، أو أي حد كويس في الإنجليش يقدر يعمل زيه. بصوا الطريقة إزاي. أنا دلوقتي عندي ده التكست، ده الجزء الأول اللي أنتم المفروض تذاكروه مثلا في أول لسن. Definition of contemporary psychology، تعريف ما هو علم النفس المعاصر. تعريف ما هو علم النفس المعاصر. Contemporary psychology is commonly defined as، يعرف علم النفس المعاصر بأنه the scientific study of the behavior and experience of humans and animals.
بأن هو الدراسة العلمية للسلوك والخبرات الإنسانية البشرية والحيوانية. طيب أنا بترجمها عشان أنا عارف أو أنا فاهم. طيب أنا مش عارف أو مش فاهم، يبقى رائع جدا إني أعتمد على الديكشنري اللي إحنا عملناه بالفعل، اللي هو إيه؟ إني لما أرجع لي الديكشنري ده، بصوا حالي إيه بقى؟ الكلمات اللي أنا هذاكرها في الموضوع، أوكي، يعني مثلا هنا أنا عندي حاجة اسمها subject contemporary psychology، يعني من نفس المعاصر، و subject matter ده معناها موضوع دراسة، و overt behavior ده سلوك ظاهر، و covert behavior سلوك غير ظاهر، و observable قابل للملاحظة، و scientific study دراسة علمية، experience خبرة، humans البشر أو الإنسان. يعني أنا لو أخدت دور كده الأول وبعدين رجعت للسن تاني اقدر افهم اكتر، يبقى انا اقرا. لو انا جاهز بالكلمات كديكشنري في الاول، اقدر الاول اشوف الكلمات ثم اقرا اللسن او التكست وارجع تاني للكلمات بعد ما اخلص التكست. يبقى انا بعد ما قريت الكلمات جيت اقرا الكلام ده فهمته جدا. contemporary psychology علم النفس المعاصر is commonly defined يعرف بانه هذا scientific study دراسة علمية of the behavior سلوك and experience خبرة of humans and animals للبشر والحيوانات أو الإنسان والحيوان. وبعدين في دفعة هنا كان بيقول لي the subject matter of psychology موضوع دراسة علم النفس. The subject matter of psychology involves three sets of events ثلاث مجموعات من الأحداث. Overt behavior احنا لسه واخدينها بقى ايه، انا فاهم بقى وانا بذاكر خلاص. overt behavior هو السلوك الظاهر، والcovert behavior هو السلوك الغير ظاهر، والphysiological changes هي التغيرات الفسيولوجية. جميل جدا. والcovert behavior هو ما له علاقة بالexperience، هو اللي ما له علاقة بالخبرة. طيب لما ارجع تاني بقى، يبقى بصوا ايه، كل جزئيه ليها كلمات. يبقى انا كده عرفت ان الاوفرت اهي، بص الفسيولوجيكال تشينجز التغيرات الفسيولوجيه. طيب اجهز بقى ايه للنقطه اللي انا هذاكرها، اللي هي النقطه الاولانيه اللي هي الاوفرت بيهافيور السلوك الظاهر. هلاقي ان هو ايه، بص بقى انا عرفت ان هو ايه، اهو الاوفرت سلوك ظاهر واوبسيرفابل قابل للملاحظه. وبعدين بقى ماتر اكتيفيتي نشاط حركي، نشاط حركي، والفيربال كوميونيكيشن تواصل لفظي، تواصل لفظي، نون فيربال كوميونيكيشن تواصل غير لفظي اللي هو يشمل ها بادي لانجوج. ده انا ممكن مذاكرتي للمصطلحات فقط تغنيني عن مذاكرة التكست اصلا. زي ما انتم شايفين كده، لو انا قسمتها كده بالطريقة دي، لو انا رتبت الكلمات كقاموس بالطريقه دي، هلاقي ان الموضوع هو بيذاكر نفسه بنفسه، ممكن ما ارجعش للتكست. بيشمل ايه بقى التواصل غير لفظي، البادي لانجوج لغه الجسد، والاي كونتاكت التواصل بالعين، والبادي بوستشر وضعيه الجسد، والفيشل اكسبريشنز تعبيرات الوجه. بص ده هيسهل لي بقى لما ارجع للتكست مره تانيه، او لما ارجع للتكست بقى اللي انا بذاكره. الاقي ان في ايه هنا، بيقول لي ايه، بيقول لي اهو overt behavior responses that are directly observable، هي الاستجابات لما هو قابل للملاحظة المباشرة، اللي هو يشمل ايه بقى، they involve motor activity، لسه واخدينها النشاط الحركي. وجايب لي example ليها، walking running زي المشي والجري، verbal communication التواصل اللفظي زي ايه، talking and speech التحدث والكلام، non-verbal communication اللي هو التواصل غير اللفظي اللي هو body language اللي هو لغة الجسد، والاي contact التواصل بالعين، والbody posture وضعية الجسد، والfacial expressions اللي هي التعبيرات الوجهية تعبيرات الوجه، والpersonal space اللي هي المساحة الشخصية. زي ما قلت لكم
اروح للقاموس الاول، ارجع للكلمه، ما فيش مشكله. هي بصوا، انا رحت بقى للنص انا ذاكرته، جيت بقى هنا بذاكر كلماته، نون فيربال كوميونيكيشن، تواصل غير لفظي، بودي لانجوج، لغه الجسد، اي كونتاكت، تواصل بالعين، بودي بوستشر، وضعيه الجسد، فيشال اكسبريشنز، تعبيرات الوجه، ها، بيرسونال سبيس، المساحه الشخصيه، اوكي، وايفنتس، احداث، ودايركتلي مباشره، وان انديفيديوال الفرد. وانا كده بجهز بقى ايه البارت التاني، برايفت اند انترنال ايفنتس، الاحداث الخاصه والداخليه، اند فور يستنتج فيلينجز، مشاعر، ايموشنز، انفعالات، اتيتيودز، اتجاهات، بليفز، معتقدات، ثينكينج، التفكير، ايمجينيشن، خيال او تخيل، موتيفز، الدوافع. تمام، ارجع بقى للتكست الاقي نفسي فاهم كويس قوي. ليه؟ لان بص هنا في بارت 2 هنا بيقول لي ايه، الكفرد بيهافيور اللي هو السلوك الغير ظاهر اللي هو الاكسبيرينس، هي ايفنتس ذات تيك بليس، تيك بليس يعني تحدث، احداث تحدث within an individual، ها، من خلال الفرد، احداث تحدث من خلال الفرد، زي كان نوت، نيجاتيف هنا منفيه، يعني لا يمكن عكس دي، عكس الأوفرت هنا كان بيقول لي directly observable، يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، لكن هنا بيقول لي they cannot be directly observed، لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر because they are private and internal events. حفظتها لسه في الإكسبريشنز، معناها لأنها بتكون أحداث داخلية وخاصة. however we can infer، نستنتج، نقدر إن إحنا نستنتجها، نستنتجهم منين؟ from overt behavior، من خلال السلوك الظاهر. الاكسبيرينس بقى includes ايه؟ الخبرة تشمل ايه؟ تشمل ايه الخبرة؟ feelings اللي انا لسه حافظهم برضو في الكلمات، ها، feelings، المشاعر، emotions، الانفعالات، moods، الحالات المزاجية، attitudes، الاتجاهات، beliefs، المعتقدات، thinking، التفكير، imagination، التخيل او الخيال، و motives يعني الدوافع. ارجع تاني للاكسبريشنز اهي، كلها، كل اللي انا قريته دلوقتي موجود هنا، ايفنتس، احداث، دايركتلي مباشره، انديفيديوال الفرد، برايفت اند انترنال ايفنتس، احداث خاصه وداخليه، انفريستانتك، فيلينجز، مشاعر، ايموشنز، انفعالات، اوكي، اتيتيودز، اتجاهات، بليفز، معتقدات، ثينكينج، تفكير، ايمجينيشن، خيال، موتيفز، دوافع. اوكي، ولو عايز اجهز بقى البارت الثالث، سايكولوجيست، دول علماء النفس، سايكولوجي علم النفس، والسايكولوجيست ده عالم النفس، اسوشيت ويز، يرتبط بيه، ميجرد، تقاس، اوبجكتيفلي، بموضوعيه، اكورتلي، بدقه، هارت ريت، معدل ضربات القلب، بلاد بريشر، ضغط الدم، في السكريشن of saliva، إفراز اللعاب، electrical conductivity of the skin، التوصيل الكهربائي للجلد اللي هو يعني the skin's ability to conduct electricity، بمعنى قدرة الجلد على إنتاج أو توصيل الكهرباء. طيب بناء على اللي أنا قريته ده، ألاقي نفسي أقدر أذاكر بقى البارت التالت أهو اللي بيقول إيه بقى؟ بيقول ان سايكولوجيست في الفيسيولوجيكال تشينج، في التغيرات الفسيولوجيه، علماء النفس قالوا ايه؟ are interested in، مهتمين ب some physiological change، التغيرات الفسيولوجيه that associate with، اللي بترتبط ب behavior and experience، بالسلوك والخبره. they are not observed directly، لا يمكن ملاحظتهم بشكل مباشر، but they can be measured، ولكنهم يقاسوا، يتم قياسهم objectively، بموضوعية، and accurately، وبدقة. such changes involve، تغيرات فسيولوجية زي إيه؟ heart rate، ضربات القلب، معدل ضربات القلب، blood pressure، ضغط الدم، secretion of salivary، إفراز اللعاب، the electrical conductivity of the skin، توصيل الكهرباء عن طريق الجلد. ايه ده اللي انا لو رجعت للفوكابلوريز او رجعت للديكشنري بتاعي هلاقي هي نفس الكلمات اللي انا بذاكرها اهو، سايكولوجيست، علماء النفس، اسوشيت ويز، يرتبط ب، ميجر، تقاس، اوبجكتيفلي، بموضوعيه،
accurately بدقة heart rate معدل ضربات القلب blood pressure وضغط الدم secretion of the saliva إفراز اللعاب و electrical conductivity of the scan التوصيل الكهربائي للكلب. ده جزء من التكست، بس دي طريقة مذاكرته كما هو مطلوب، هو دي الطريقة اللي احنا محتاجينها. أعمل الديكشنري ده أو يكون جاهز بالنسبة لي، بس يكون طبعا بشكل موثوق، وأنا بإذن الله يعني بكل ما هيكون عندنا الفرصة هتلاقوني بكملهولكم وهعملهم لكم جزء جزء، ولكن طبعا علشان ما اعطلكمش، او علشان لو انتوا طبعا احنا الحمد لله احنا كده بادئين بدري جدا، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون كامل باذن الله، ولكن انا حابب جدا ان انتوا تخوضوا التجربه وتعملوا ده بنفسكم ونراجعها مع بعض، يعني ممكن مثلا بعد كده نعدل احنا مع بعض الكلمات بس مش اكتر، نعدل مثلا المعاني. اشكركم جدا، ربنا يبارككم، انتم كمان برافو عليكم، وان شاء الله هتعملوا شغل احسن واحلى كمان. محاضرة مسجلة أو تلاوش ترم تاني هيبدأ حالا، أنا بس حبيت أبدأ ترم تالت علشان أنا كنت مع ترم تالت بالفعل في ترم تاني اللي فات، وحبيت أكمل معاهم الأول. طبعا ده مش التكست كله، ده يعتبر بيج واحدة أو صفحة واحدة أو جزء من اللسن، حبيت أوريكم الطريقة اللي تعملوها، وانا هبعت لكم طبعا الفايل ده علشان انتم تكملوا عليه، وكل ما هنتقابل مع بعض ان شاء الله هعمل لكم نكمل باذن الله ان شاء الله بقدر الامكان. انا حبيت بس ابدا معاكم بدري قبل زحمه الشغل، اول ما الشغل بيبدا ومستر احمد عارف ده بنشغل عنكم شويه، ولكن بحاول يعني، ف مش عايز فجاه اكون قصرت معاكم، لكن باذن الله يكون بقدر الامكان، يعني احنا هنسعى ان هو يكون باذن الله كله باذن الله يعني، حتى لو اتاخرت عليكم فما تقلقوش هيتعمل كاملا، وفي اخر الترم باذن الله نحل مع بعض كده كام امتحان يطمننا. وبس بقى مستر احمد ياكد عليا بس ميعاد الامتحان قبلها بوقت كويس، عشان انا الترم اللي فات ما لحقتكمش في ميعاد الامتحان، وانا بصراحه كمان كان عندي ظروف للاسف منعتني من المتابعه وقت الامتحان. فتعالوا بقى نشوف. نهله جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. وشكرا جودي، شكرا ليكم انتم، شكرا لكل طبعا الناس، ربنا يبارك فيهم جميعا. ونبدا بقى ترم تاني، وفي الاخر ناخد الاسئله كلها مره واحده، ايه رايكم؟ ترم تاني بقى زي ما هم عارفين، وزي ما وطبعا ترم تالت يخلوهم معانا، ولا حابين تاخدوا ناخد تايم الاسئله؟ حابين انا رايي نخلي الاسئله كلها في الاخر علشان ما نتشتتش، وعشان نكسب وقتنا ونقدر نفصل الريكورد عشان ما يبقاش طويل قوي برضو، ويكون مفيد للاثنين. طيب انا دلوقتي عملت ده لترم تاني، طيب ايه رايكم برضو مستر احمد يقول لي رايه، هل نفصل ترم تالت فيديو وترم تاني فيديو، ولا هنعمل فيديو واحد على كله؟ ايه رايك؟ هل نعمل فيديو تاني يعني نفصل الفيديو ده ونعمل فيديو تاني لترم تاني، ولا هو فيديو واحد يكون للاثنين كمحاضرة كاملة؟ طيب أنا رأيي كده بنفصلهم خلاص، يبقى إحنا كده خلصنا دلوقتي محاضرة ترم تالت. طيب بما إن إحنا خلصنا محاضرة ترم تالت، بصوا هنعمل إيه؟ هنفصل دلوقتي الريكورد تسجيلنا هنفصله، وبعدين هديكم دلوقتي وقت ترم تالت لأسئلتكم، ثم نبدأ ترم تاني للنص ساعة الباقية، ثم أسئلة ترم تاني. حلو الكلام؟ يلا let's stop recording now. Thank you so much. أشكركم جدا جدا مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.